الجزائر. ثانيا هو كسب اجتماعي لفئة الشباب الجزائري، بس نتعرض لكلمه الباطل، حلوا بها ناس عائلات، حلوا بها اسر، فهذا كسب اجتماعي للشباب الجزائري، اضافه للحمايه الاجتماعيه للجزائريين والتكفل بالشباب الجزائري والتخفيف من معاناته. فهذا الموضوع يعني كل حاجه تجي خارج هذا الاطار فهي اخبار مضلله واخبار يعني ما تاتي معها واحد منا الصحه. لا بروف يعني مواعيد من حيث البطاله خلال شهر قريب 27,801 يعني خلال شهر قريب، خلال شهر مايو كاين 35,000 اكثر 35,600 موعد، خلال شهر جوان مع الوقت احيانا شويه المواعيد الى 25,000 فايت 25,000 موعد. فمواعيد المنحة هي في عادي في الوقت العادي للناس اللي في المنحة تحاول هو مكسب يعني مكسب اجتماعي للشباب الجزائري للدولة الجزائرية